انا كمان عايز اقول نقطه سريعه وهي المسحه الطبيه الخاصه بيه بقى وزاره الصحه والكاف اللي بياكد عليها. طبعا المسحه الطبيه هتكون غدا يا كابتن هاني 2 ظهرا في فندق الاقامه. كنا منتظرين ميعاد المسحه يمكن لم يتم تحديدها امس او اليوم، لكن لسه عارفين من دقائق بسيطه جدا ان شاء الله باذن الله المسحه هتعمل البعثه كلها ان شاء الله في فندق الاقامه الساعه 2 ظهرا، وباذن الله اللي تكون النتيجه سلبيه كالعاده طبعا عشان يلحق يمر عليها 48 ساعه يا كريم، عشان يلحق يمر عليها 48 ساعه في اجراءات الحقيقه مشدده جدا.